الجلسة العامة نتاعنا لموسم 2021-2022، ونطلب من الحضور أن يقفوا باش نقرأوا الفاتحة على الناس اللي غادرونا. السنة المرحوم عزيز زهير، المرحوم الشايبي توفيق الشايبي، ريان سيد أحمد الهمامي، مولبابا السعفي، مختار القابسي وغيرهم من الترجيين اللي غادرونا سنة. إن شاء الله ربي يرحمهم، نقرأ عليهم الفاتحة. جميع بالحاضرين والغايبين، الترجيين الكل حتى في الخارج، وبالمناسبة هذه الرحمة على ديما أخونا وزميلي عزيز زهير، سي توفيق الشايبي، سي أحمد الهمامي، سي بولبابا، سي مختار القابسي. وانا كنت نجم نكون معاهم الايامات هذوما في التصوير هذيك، زاده كيف كيف ضربت على البار. والله بالحق نكلم فيكم صحيح، ولهذا معناتها راني حتى غبت شهرين، وربي يعلم علي كيفاش معناتها باش نحس على جمعيتي هذه من نجم من حالي حتى. باش نقول ممكن اليوم برش حاجات، ممكن عندي توا باش نعمل 16 سنة مسؤول في الترجي بخلاف القديم. بصراحة كان نحب ونخلطو لأو نيفو يلزم برش حاجات تبدل، برش حاجات تبدل في التسير معناتها في الجديد. نقول احنا معناتها فما كوميسيون هي اللي تسير الجمعية، ماهوش واحد إنسان وحده راهم التعب، ودار هاك تشوف أنت اللي شد ليسبيرونس كلهم تعب. بصراحة حسيت روحي بديت نتعب، ولهذا معناتها حتى حكيت مع كوميتي ديساج نتاعنا الجمعة الجاية نعملوا اجتماع ونخموا على المستقبل ليسبيرونس. وهي أنا مانيش باش نبعد ديما جمعيتي، أما المسؤولية راه ماهاش نجم. وصلناها معناتها سانكيام مونديال، وبرشا ناس خسرنا برشلونة يلوموا عليا، هذايا عاد معناتها سانكيام مونديال خسرنا ماتش مع برشلونة يلوموا. ولهذا في المستقبل كان نحبوا احنا نرجعوا الترجي معناتها لأو نيفو، مش معناتها نلعبوا لبرا ونلعبوا على تشامبيونز ليغ ونمشيو كوب دي موند. راهي المونتاليتي نتاع العباد هذوما تبدل، فما البعض فيهم راهم نهار كامل هما يسبوا في الجوالات، نهار كامل يسبوا في المسؤولين، مش معقول راهم هذايا، راهم يوصل لشيء. أنا كأنا بشر عندي قداش في الإسبيرونس؟ من 67 لتوا راهم عادش نحس شيء، يقعد يسب للصباح ما يقلقنيش، أما راهم فما ملاعبية صغار راهم بهدلوهم، راهم برشا ناس والله ما يمشيوا على الاستاد ولا يعرفوا معناتها شنيا لي زونترينمون، يسبوا هكا في لي زونترينور، كل لونترينور يسبوه، يبداو باللونترينور بعد المسؤول هذا بعد تخطي يعني في الاخر تولي مش معقول. راهم انتوما تثقفوا مع جمعيتكم، راهي جمعية تاع الناس الكل، فما ناس فما واحد يبعث لي في المساجات يقول لي الجمعيه مش تاعك، مش تاعك انت برك. عجب ملك بابا خيا، وقتاش قلت نتاعي صار لي يسير ويربح في التتروات هذاك يولي هكا؟ هذه في الجمعيه كبيره راهي اسبيرونس، راه مش تاعي انا وتاع الناس كل الشعب التونسي الكل. ولهذا معناتها راهم فايقوم شويه، راهم نجموا نخلطوا اكثر من هكا، رانا ربحين. شوف في الهوند نشكرهم ما عملنا معاهم شيء، راما في الهوند رانا سانكيام مونديال، هزين كوب تونيزي، هزين كوب اراب، هزين معناتها الكوب دافريك، وماشيين نلعبوا المونديال، مشينا نلعب مونديال وسانكيام. في الفولي هزين معناتها سيزون دو سويت تقريبا دوبلي تريبلي. انا متغش على الفوت عمناو هزين الشامبيونا سي فوا دو سويت ومتغش عليهم، فهمتني؟ رانا نحبوا التيتروات، وانتوما اللي
تحبوا التيتروات الجمهور، الجمهور نتاعنا، وانا بيدي من الجمهور خمنين، رانا نحبوا التيتروات ما نسلموش. ولهذا انصحوهم هذوما، يا ودي بلادنا راه مش هكاك يا راهي، والترجي مش هكاك، مش تعب فيسبوك. احنا توا باش نطلقوا في موضوع اخر، ديما نشتموا في ليزونترنور، شتمنا فوزي بنزرتي من اعز ما فما، شتمنا خالد بن يحيى ما خليناش يخدم، شتمنا عمار سويح ما خليناش يخدم، شتمنا معين اللي هو ولد الترجي ما خليناش يخدم. تو هاو كيف كيف خساره واحده ولينا لا الممرض مش باهي، راه ما تجيش هكا، راه زاد كيف كيف كي جوار لازم شويه وقت والتشجيع، راه الفوتبول والسبور كل راه مورال اكثر. فماش جمعيه تهز لك دو تشامبيونز ليغ معناتها في ستة اشهر، ومن بعد الممرن يضربوه من كل شيره، هذا راه معيب. واحنا تو نحكيو على ريكروتمون، ايش داكورد ونعمل دي ريكروتمون، البازات ما فماش، هو اللي معناتها نقولوا اك الناس اللي تشجع، الناس اللي تشجع هذيك هي الباز. راه صدقني بارفوا احنا ما عندنا حتى شانس، ونشوف الجمهور نتاعنا كيفاش يشجع نربحوا الماء. وتوا الفبليس نتاعنا شنية، هو استاد فارغ 70% من ليكيب هو جمهوره. صدقوني كي انا راني في الكولوار ونعرف الفستير، كي الجمهور يبدا شيخ ويشجع لادفيرسير يخاف منه. هذه الموازنه نتاعنا كما في صفحه 21، كما يعملوا في الشركات بالضبط، نقارنوا بين موسمين، فنشوفوا اللي هو الموسم الحالي المداخيل بلغت 34 مليار و992 مقابل مصاريف 37 مليار و654، هذا في الموسم الفارط. الموسم الحالي نشوفوا اللي هو المداخيل 34 مليار والمصاريف 47 مليار، أي بنقص في المداخيل يقدر ب 12 مليون دينار. الموسم الحالي المصاريف 47 مليار، إذا هذا ريكور، ريكور في المصاريف في الترجي في الموسم الحالي 47 مليار و700. المداخيل 34 مليار فيها 18 مليار هي دفعات سي حمدي رئيس النادي، ورغم ذلك فإن الموسم أسفر عن نتيجة سلبية ب 12 مليار و800. إذا المعادلة الإكواسيون كيفاش نعملوا، مداخيل 34 مليار مصاريف 47 مليار بالطبيعة دعم رئيس النادي والعجز، باش نفهموا هكا المصاريف أكثر من المداخيل بكثير. الديفيسيت اللي فما أنا جو مونجاج معناتها أنا باش نخلص، فماش كلام ما خليش. أول حاجة ما نبعد من جمعيتي لما تكون كل شيء نظيف، ما تخموش فيه، انا نتحمل مسؤوليتي في هذه، فهمتني؟ ولهذا بالنسبه للديفيسيت راني انا متحمل، فهمتني؟ ما تخموش، فهمتني؟ شفت لو شيفر هذاك 18 من جوي لليوم 12 اخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نعرفش في الديسكور الاولاني نتاع سي حمدي ما حسيتوش فما بير دو تريس. سي حمدي عايت لنا، عايت للجمهور اللي حاضر هنا، خاطر راهو الدنيا ما تحبش الفراغ، الفيسبوك فراغ، فيسبوك كي تسيب العباد اللي تحب الترجي تلقى العباد اللي ما تحبش الترجي، تلقى العباد اللي تتكلم بالخايب على الترجي، كي تلقى العباد اللي ما تحكيش بالباهي على الترجي تلقى العباد اللي تحكي بالخايب على الترجي، واحنا الترجي دارنا عائلتنا الترجي، اللي حاضرين لهنا كنا نحبوها هكاك، نحبوها هكاك، معناها كي يتعب سي حمدي المدب ولا يمرض، احنا بيدنا نمرضوا راه. خاطر الترجي تمرض وتتعب وتقف في جيستيون تاعها، دونك احنا كلنا نمرض، ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. هذا يلزمنا نردوا بالنا منه برشا. الإدارة اليوم مش مقصرة في انفيرونمون ايكونوميك، بلاد باش تطيح، بلاد باش تطيح مش جمعية باش تطيح. اليوم خلتنا الراجل أنه يقول معناه يخمم باش يخرج. من الأسباب اللي مرض الضغط اللي عايشه في الترجي، الضغط اللي من الجمهور، كلنا نحبوا الربح راه. أنا مربي عند زيزي بالخوجة. أنا يعني لبست مريول الترجي ولعبت في الترجي، مانيش نحكي معناها حكاية هلامية، عشت فيها الترجي، معناها أنا خسارة توجعني وتمرضني،
مي يلزمنا نرزنوا، يلزمنا نعرفوا فما اوقات، فما كلام، فما حاجات تكتب، فما حاجات ما تكتبش. كل ما كل واحد فينا يرضى الكلام اللي يتقال على رئيس جمعيه ولا ملاعبي ولا مسؤول يتقال عليه؟ فما واحد يخرج يسب امه في الفيسبوك ولا ابوه؟ هذا هو. فما بعد الكلام هذا اللي لازم يتقال، هذا الرسمي راهو صحيح، هذا اللي لازمنا نخرجوا به من الاسامبلي هذه. راهو خاطر اليوم رانا في لحظه فارقه، تحب ولا تكره، اليوم الاقتصاد تاع البلاد واقف، اليوم ترجي راهي رمز نجاح في تونس، رمز نجاح في تونس الكل، مش في الرياضه، في تونس الكل، في تونس الكل. شوف العشريه الاخيره شنو الحاجه اللي نجحت، شنو الحاجه اللي نجحت بخلاف الترجي؟ شنو اللي نجح؟ فما غلط اكيد، فما غلط. ترجي قائمه من 2007 على زوز حاجات، 50% ترجي 50% رئيس الجمعيه، حاجتين فما حتى واحد عند زي على الترجي، جمهورها مع جمهور انتحاري ورئيس انتحاري زاد. محليه لما ترجي ومحليه لوين ترجي، محليه الاحمر والاصفر، ومحليه بالحق الوجوه البيئي هذه اللي غالب استاد بعد علينا، ومو الاسومبلي صرنا محليها نتلموا فيها. الوقت لو مومون تخي مال شوازي، انت تعبت برشا وضحيت برشا ودفعت برشا صحه وعائله وفلوس، ما نكذبوا جحود ويكذب على روحه اللي يقول لك لا. سي حمدي المد بارك الله فيك، ان شاء الله لاباس. اول حاجه من 2007 في الاسبيرونس نحن نقولوا ترجي دوله، راهو رئيس دوله 15 سنه، يلمانتيان لا ستابيليتي او سان دو الاسبيرونس، ليس بالامر الهين. راهو تقعد الاسبيرونس مستقره في بلاد اقتصاديا مضعضعه، الامور مش هي والناس كل واعيين بالشيء هذا، ليس بالامر الهين، يستحق عليه الشكر. وبالحق سجلت اسمك من ذهب على دم كما نقولوا في تاريخ الترجي هذه تونس. احنا اليوم الجلسات العامة بالتقرير المالي اللي قدمه الأمين المال أصبح نتناقش في ممول وحيد أو شبه ممول وحيد حاسبوا فيه شنو اللي عملنا بالفلوس. كي نخرج من الاسبراء نتمنى الموت، تحب شك؟ أو كشفت سي حبي ما سهل، أما راني أما خير نقعد ديما جمعيتي وديما معناتها راني إننا مش نمون ولا نقف مع جمعية. أو احنا نسوي قول حل باش نظهر لك لي أنا ناخو الصغار لجان ناخو الهندبول، أما نبعد المسؤولية الكبيرة اللي هي لزمها وقفة كبيرة. تو نلقاو معك حل ما عليناش، تو اليوم مش هذا حديثنا بالضبط. اليوم ماذا بيا نشوف لحبة نتاعنا، نشوفوا مالي الترجي، نشوفهم ونفحوا. بعد عندنا جلسة مع كوميتي ديساج نلقاو حل بالنسبة للجمعية، مش معناتها فوضى هذه، ما نخرجش بالفوضى. كلامك صحيح، معناتها نلعبوا كان بالجمهور تاعنا قابلين الشيء هذا منه هكا في المستقبل، ما تشاوي كلوم ما لعبوش. الترجي حاشتها بالجمهور نتاعها، وفما اشياء قالوا الجماعه الجمهور نتاعنا هو اللي باش يهز توا الترجي، وكما برشا قالوه 9500 عندنا مشارك بينما احنا تبارك الله الترجي ملايين. من ناحيه الكانديداتور ماني كانديدا لحد شيء باش نكونوا واضحين، والمفاهمه من نهار الاول مع سي حمدي قلت له نهار اللي باش تخرج الاسبيرونس راني باش تلقاني سبقتك، باش تكون واضحه عند الناس الكل. من ناحيه البول ايكونوميك راه زاد سي فغي برشا كلام يتقال لي سوبورتير اكسترا اكسترا، انا ونتصور سي حمدي والاداره الكل رانا فخورين بكم، وراو عندنا لو بول ايكونوميك اليوم اون دور حتى من الترجي هولدينغ ولا البورس اكسيتيرا، عندنا اليوم بول ايكونوميك اللي اكبر من لي بول ايكونوميك تاع جمعيه تونس الكل. اليوم كي تخزروا ترجي موبيل عندنا اون نومبر دابوني اكثر من جمعيه تونس الكل، اون نومبر دو بوتيك ما عندنا حد قدامنا وحدنا. دونك ما تخجلوش، ارفعوا روسكم، رانا نحن فخورين بكم، ما زاد حشتنا بكم، حشنا بالكلمه الحلوه، حشنا باش تعاونونا في الاسبيرونس.
النقد راه الناس كل تتقبل النقد، ما فماش حد ما يتقبلش النقد، ورانا نغلطوا كل يوم نغلطوا، والغدوه صباح باش نكملوا نغلطوا، هذاك البشر، وما فما كان حد واحد يغلط هو اللي ما يعمل شيء. قاعدين نحاولوا نقدموا، وان شاء الله ربي يجينا منها في الصواب، والترجي يا دوله. هذا الفضاء الحقيقي معناها للنقاش هو الجلسه العامه كما جرت العاده. بالنسبة للتصريحات أو معناها الترجي الذي تونسي وجوده في الإعلام، صحيح العوامل الأخرانية نقصنا برشا، لأنه رينا اللي، والحقيقة هذه حقيقة تتقال، الوضع ما يستحملش، رينا اللي الكرة في برشا ماتشوات خرجت على الإطار نتاعها، ما غير ما ندخل في مباريات مشينا عملنا في مباريات حصلت فيها أحداث عمرنا ما ريناها، حاجات اللي ما تخيلناهاش. قلنا ما نزيدوش نأجلوا الوضع، على الأقل احنا تكون عندنا مسؤولية فيزافي معناها البلاد هذه، فيزافي احبانا على الحق الترجي الرياضي التونسي، والحمد لله حقنا قادرين ناخذوه وخذيناه في عدة مش بالكلام. المصادقة على التقرير الأدبي، شكون موافق؟ شكون مش موافق؟ بالإجماع. شكون موافق على مصادقة على التقرير المالي؟ شكون اللي ما يصدقش؟ شكرا. مصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي والتقرير المالي. نشكر الحاضرين ساعة، تبارك الله عليكم، ومعناتها السؤالات اللي سألتهم في حقهم، واللي عنده كريتيك وما احنا قابلين مانيش راجع في الحكاية دي، ومستوى عالي بصراحة تاما ما كنتش نتوقع زادة، كل عام قاعدين نتحسنوا، كل عام نتحسنوا. لا لا عم جاي نكون معاكم في الكرسي تو باش ندخل في السسمة. لا في الانتقادات هكا، لا المعارضة لا جميل، مانيش معارض انا، الترجي هذيك الدمي ولحمي ما تعبش روحك، اما ندخل في الكوميتي دو ساج عندي قداش 15 سنه وستة اشهر مسؤول، والله لا نعرف النوم ولا نعرف عيشه بالكدا. وفما حاجه اخرى زاد اخر كلمه، انا مانيش متعارك مع حتى حد، ورغم الناس كل ماذا بيا تكون خيان وصحابي، راني ما نحب نتغشى على حتى حد، وكان متغشى عليا واحد يا خويا قول له اسمح، ما مانيش متغشى على حد وما نحب حتى حد يتغشى عليا، راهم عائله واحده الترجي، صدقوني نخرج هنا ومن بعد فما تاريخ، راهي الترجي اسم كبير ياسر.